السلام عليكم يا جماعة من قناة العلم بيقول. النهاردة العلم بيقول لك عن دراسة أجريت عام 2018 عبارة عن هل التعليم يؤثر في الذكاء أم لا؟ وكانت هذه الدراسة أجريت على 615 ألف شخص، وكانت هذه الدراسة عبارة على نوعين من الأشخاص. النوع الأول هم الذين حصلوا على عدد سنوات زيادة في التعليم. النوع الثاني هم الذين حصلوا على عدد أقل في التعليم. وبالرجوع للعالم ستيوارت ريتشي، اكتشفوا من خلال جمع بيانات 42 مجموعة من الأشخاص من خلال أبحاث مختلفة في التعليم. المفاجأة كانت النتيجة كلما زادت سنوات التعليم زاد معدل الذكاء بمقدار من 1 إلى 5 نقاط. ومن هنا بنقول لك نقطتين. النقطة الأولى أن التعليم ليس وسيلة للتقييم والحكم عليك أنك أقل ذكاءً من أكثر ذكاءً، بل لتطوير مستوى ذكائك. النقطة الثانية أن التعليم ليس مقتصرًا على التعليم المدرسي والتفوق الدراسي فقط، بل أنك تتعلم مهارة جديدة في مجالك ده تعليم، أنك تمارس رياضة جديدة تتطلب تكنيك جديد ده تعليم. ومن هنا بنقول لك أن ده معناه أن كل يوم هتتعلم ما دامت في حياة. وشكرًا لكم من قناة العلم بيقول.